بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة 11 للصف الثاني الثانوي، احنا كنا شرحنا كل كلمتها وقرينا نص الاستماع وشرحنا الجرامر وجاوبناه من كتاب جيم والمعاصر. الناس اللي هم بتوع الباقة يعني جبنا لهم ما إلا ملف يحملوه، يعني أنا هسيب لكم رابط تحت الفيديو، هتلاقوا في ملفين، ملف الجيم وملف للمعاصر. الوحدة كاملة ومترتبة ومتفصلة تفصيل تمام، يعني كل جملة بالترجمة قصادها، زي البوكلت اللي احنا اللي كان معمول الترم الأول، عاملها مدرس مجهود جبار ربنا يبارك فيه. طبعا الجملة وترجمتها وبعدين الإجابة طبعا موجودة، والباراجرافات مكتوبة ومترجمة، القطع نفس الكلام مترجمة، التراجم اللي هي في آخر الوحدة كلها، التست تمارين المتفوقين، كل حاجة محلولة من الكتابين تماما تماما. يبقى إن شاء الله أنت مجرد ما تقرأ بس الوحدة الـ11 سواء كان معاك جيم أو معاصر أو الاثنين، هتلاقي نفسك فرمت الوحدة تماما من الملفين اللي هسيبهم لك في الرابط تحت الفيديو. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.